بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المهندس سمير حامد، أعمل في شركة بترا منذ 25 سنة ونص تقريبا. الحمد لله أنا بدأت في الشركة ثاني يوم تخرجت فيه من الجامعة، تخرجت يوم الثلاثة، اشتغلت في بترا يوم الأربعاء، ما استنيتش حتى ليوم السبت. طبعا شركة بترا بالنسبة لي هي وطن. ليش وطن؟ لأنه أنا معظم وقتي يعني جيت قسمت حياتي لأقسام، حلاقي حالي مرحلة كبيرة من حياتي قضيتها في هاي الشركة. طبعاً واحدة من الأشياء اللي هلأ بتحضرني وبتذكرها، قبل 25 سنة كان بتعرفوا الوضع الاقتصادي، وحتى موضوع التكييف في الأردن كان مش موضوع يعني مشهور أو منتشر. كان المهندس عمر بوشاح نائب رئيس مجلس الإدارة يحكي لنا راح يجي عليكم يوم يا موظفي شركة بترا إنه الناس تحسدكم إنكم تشتغلوا بشركة بترا. فكنا أحياناً نطلع نقول إن شاء الله يعني هذا ممكن يصير، والحمد لله هذا الحكي فعلاً صار، كنا نشوف هذا في عينين الناس. نصيحتي طبعاً للأجيال القادمة أو الناس اللي حتى بيشتغلوا أجداد في شركة بترا إنه العمل الدؤوب والعمل الجيد هو اللي بيخلي بني آدم يوصل ويتحسن وضعه، سواء المادي أو المعنوي أو الإداري أو غيره. وما شفت حدا أنا تعب واجتهد إلا كافأته شركة بترا وحصل على اللي بده إياه.